نروح دلوقتي مع حضراتكم في جولة في المحافظات المصرية، ومعنا يمكن مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح واللي كان منها افتتاح مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي في محافظة سوهاج وتنفيذ أعمال الرصف بالشوارع بنسبة 85% في محافظة قنا. وكمان يا مني كمان امبارح في المحافظات تم تنفيذ حملات توعية بمخاطر التدخين والمخدرات بقرى حياة كريمة في زفتة بالغربية، وكمان تم الانتهاء من تنفيذ خط الشبكات الرئيسي للصرف الصحي بمركز بدر في البحيرة، ومحافظات تانية كتير وأخبار تانية في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من سوهاج اللي شهدت افتتاح مجمع العاشر من رمضان للتأمين الصحي المقام على مساحة 750 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 52.9 مليون جنيه، وده لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين بسوهاج في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين وتطوير ورفع الكفاءة الإنشائية والفنية للمنشآت الطبية بالمحافظة. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه والوصلات المنزلية بالمناطق المستهدفة، وتم تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع بنسبة 85% مع إلزام الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من أعمال التطوير. في الغربية شهدت المحافظة تدشين الحملات التوعوية اللي بينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إطار محور بناء الإنسان بقرى حياة كريمة، وقام الصندوق بتنفيذ حملة طرق أبواب بقرى مركز زفتة للتوعية بمخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة والتوعية. في دمياط أعلنت مديرية الصحة أنه تم استعراض مستجدات برنامج عيادات صديقة للشباب والمراهقين اللي بتتم بالشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبيهدف لتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب في الفئة العمرية من 10 ل24 سنة. في كفر الشيخ أعلن مركز ومدينة بيلة الانتهاء من صيانة وتوسعة وتجهيز 9 مدارس، منهم 3 مدارس جديدة بتدخل الخدمة العام الدراسي القادم، وده للمساهمة في خفض كثافة الطلاب وتحسين جودة التعليم وزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب مع إتاحة الخدمة التعليمية بكافة القرى والتجمعات البعيدة والنائية. في مطروح شهدت المحافظة افتتاح مسرح مديرية الشباب والرياضة بعد تطويره، وكمان تم افتتاح الملعب المتعدد بمركز شباب مطروح، وده ضمن الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع المحافظات. في البحيرة شهد مركز ومدينة بدر تنفيذ خط الشبكات الرئيسي للصرف الصحي وربطه بخط الطرد الناقل لتصرفات المحطة الفرعية لمحطة الرفع الرئيسية ومحطة المعالجة، وبلغت نسبة تنفيذ خطوط الشبكات وخطوط الطرد 100%.